ديك الدعايات اللي خرجت نظن عملوا ولا دعايات واحد الوقت كعرف انا لا عملوا راكم شفتوا نزلوا علينا نزله كبيره يعني خذيت حقي 100% انت عملوا انا عملوا الكامل في الصيف نسال واش هذا الحمله اللي ناضت مره واحده لماذا ها وصرالو ها وطرالو هكذا الى اخره وصلوا حتى يضربوني في ادق شيء وهو حياتي الشخصيه حياتي الداخليه وزادوا فيها بعض الجزائريين يعني بعض الناس اللي يشتوي يعلقوا من تاعنا نقول الله يسمح لهم لا يسمح لهم من تاعنا ما نزيش عليهم لكن ربما يضروا البلاد اكثر من اللي يضروا الشخص لان في الحياه هذه في اشخاص اللي تحطم حاشاكم حتى في 20 سنه في الدخول في الكوم نتاع الزبالة تخرج من تلقاه منضاف كاينين يعني في الدنيا معادن تبعوا مليح العام اللي فات حملة مركزة على من لأول مرة يضربوني أنا ضربة صحيحة من ناحية الدعاية وخرجت في العالم كامل من المغرب للجزائر كلها لتونس للمشرق يعني الناس كل تتكلم للسيركل دون تو للسيركل واش هو على كل حال قال نوسخوا هذا ونوجدوا له ولا نشوف منين جايه الضربه نضل نعمل الحساب وحدي منين هذا واش كاش معنا تناقض مع العمال كاش معنا تناقض مع الجيش كاش معنا تناقض مع الفلاحين كاش معنا تناقض مع الشبيبه الجامعيه شوف هذه القطاعات كلها نلقاها صحيحه نشوف طبعا في بعض الادارات فيه ناس اللي ظلوا يغنغنوا وك عرف وينقرشوا ماذا بهم ما تعرف حتى هما يزيدوا شويه قال هذو ما عندهم شويه لا يخلي هذا على روحه يعني المقصود هو اسكت صوت الجزائر فو فار تير لالجيري هذا سلوغان الفو فار تير سيت الجيري يعني لازم نسكت هذا الصوت اللي يظل يعيط علينا